أولا بخصوص الفيديو المتداول على صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي والمتعلق بعملية رمي كمية من السردين في حوض ميناء سلاموندر بمستغنم، قمنا وبتوصية السيد ولي الولاية على الفور بالانطلاق في تحقيق حول ما هو موجود في هذا الفيديو. الفيديو جاء في شهر ديسمبر وهي مغالطة، لأن الفيديو تم تسجيله في شهر جويلية. هذا في شهر ديسمبر كمغالطة للمواطن ومغالطة للرأي العام. الخطأ الذي ارتكبه الوكيل هو أنه لم يستشر مؤسسة موانئ الصيد البحري باش يتم إتلاف هذا المنتوج بطريقته القانونية، وذلك بإشراك البياطرة بطبيعة الحال وإشراك مصالح النظافة بالبلدية. وعلى هذا الأساس يعني أطلبنا من مؤسسة ميناء الصيد البحري أن تتخذ الإجراءات القانونية في حق أولا هذا الوكيل الذي أرمى ب هذا المنتوج داخل الحوض وهو غير قانونية، وأن يتخذ كذلك إجراءات مؤسسة موانئ تتخذ إجراءات ضد المكلفين بالمراقبة والمتابعة.